وسط الرياضي في دولة الإمارات حظي بالدعم والتمكين والتنمية، كما حظي به بقية المجالات في المجتمع الإماراتي وكذلك في العالم الإسلامي والعالم العربي. الرياضة إنجازات في تاريخ خليفة بن زايد. ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعد رحلة طويلة من العطاء شهدت فيها الإمارات طفرات كبيرة في كافة القطاعات، يأتي في مقدمتها قطاع الرياضة، حيث شهدت الرياضة الإماراتية تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي بفضل الدعم الكبير الذي وجده القطاع الرياضي من قبل سموه، ما أثمر عنه عدد من الإنجازات في المحافل الخارجية. وظل الرياضيون محل احتفاء دائم للشيخ خليفة بن زايد، إذ يتم تكريمهم سنوياً في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة شؤون الرئاسة دعماً للرياضيين وتحفيزاً لهم. وفي عهد المغفور له عاشت كرة القدم حقبة تاريخية، وحققت منتخبات الإمارات الوطنية عدداً من الإنجازات، أبرزها الفوز بكأس الخليج العربي مرتين 2007-2013، إذ كانت أول مرة يحصل فيها منتخب الإمارات على كأس الخليج العربي في نسخة أبوظبي خليج 17، ومن ثم تكرر الأمر مرة أخرى في نسخة البحرين في خليج 23، إضافة إلى بلوغ منتخب الإمارات للمركز الثالث في نهائيات كأس أمم آسيا 2015 في أستراليا والتتويج بالميدالية البرونزية. وبدورها حققت منتخبات الفئات العمرية الإماراتية إنجازات عديدة خارجية، أبرزها نجاح المنتخب الأولمبي في الحصول على الميدالية الفضية لدورة الألعاب الآسيوية الأولمبية في غوانزو الصينية، قبل أن يظهر للمرة الأولى تاريخياً في دورة الألعاب الأولمبية العالمية أولمبياد لندن 2012. وعلى مستوى المنشآت الرياضية عاشت الرياضة الإماراتية طفرة كبيرة، إذ تمتلك حالياً ملاعب بمواصفات عالمية إلى جانب مضامير للخيول وحلبات للفورمولا 1 ومجمعات رياضية أبهرت بها العالم باستضافتها العديد من الأحداث العالمية، أبرزها دورة كأس الخليج العربي للمنتخبات للمرة الثالثة في 2007 ونهائيات كأس آسيا للكبار للمرة الثانية عام 2019، إضافة لاستضافتها كأس آسيا للشباب للمرة الثالثة عام 2012 وبطولة كأس العالم للأندية 4 مرات في نسخ 2009 و2010 و2017 و2018 و2020. وبدورها شهدت الرياضات الجماعية والفردية تحقيق إنجازات عدة وقفزات كبيرة في مجال نشر وتطوير الألعاب على مستوى المشاركات في البطولات العالمية، أهمها دورات الألعاب الأولمبية في أثينا 2004، بكين 2008، لندن 2012، وريو دي جانيريو 2016، وطوكيو 2022. رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.